Mosaic FM Podcast. سايس خوك. في هذه الحلقة سنتحدث عن برنامج جميل قدمه سمير الوفي وتحدث فيه عن الإرهاب. الإرهاب في الأصل هي كلمة بيزنطية. واحد في بيزنطة عنده بهيم وكلب، قال البهيم متاعه إر يا أخي الكلب، جابوا قالوا هب هب، فكانت كلمة إرهاب. كذلك كان في بيزنطة صحفي كبير معروف بالجرأة والصراحة اسمه سمير الوفي سامير. غادر جبال بيزنطة هاربا بعدما دارهم فاقوا به اللي خذا الباك نهار لحد، فما كان من هذا المناذر الكبير إلا أنه التحق بجريدة صريح حيث يتذكر زملائه أنه كان يأخذ المترو ببطاقة طالب مضروبة، نعم مضروبة، ومكتوب على ظهرها لمن ما يحبش يتشد مرسكي فقط. هناك ومن تلك البوابة دخل سمير عالم الأعلام، ومن هناك انتشرت مقالاته بل ودخلت التاريخ في مجال التحليل السياسي. نعم دعوني أتكلم وتحدث عن سمير الوفي، فمن منا لا يتذكر مقال الانتقال الديمقراطي في تونس كما تتصوره فاطمة بوساحة، ومقال إشكالية المعارضة اليسارية حسب فلسفة زينة القسرينية. دخل سمير بعد ذلك علم التلفزة، نعم التلفزة، وتلفزة فيها الكاثوديك والبلازما وفيها كذلك الاسدي، ولكن سمير دخل التلفزة من خلال شاشة حنبال حيث حاور على شاشتها ياسر، لا ليس ياسر عرفات، ولكنه حاور ياسر مزودية وربنية. وبعد الثورة المجيدة وصل سمير في اكتساح المشهد الإعلامي ببرنامج الصراحة راحة، عاملا بالمثل البيزنطي المعروف الذي يقول كل صراحة وراحتها كان النهضة وحكومتها. وهكذا تعرف على بائع الذبذبات الذي يشافه عجبه طوله ياخي شراه وقال علاش لا، حتى كان فشل في التلفزة ينجم يعاوننا في الهجوم مع الزكال. في ليلة الأحد وبعد كل هذه المسيرة الإعلامية أطلع علينا سامير من قناة التونسية في نسختها الذبذبية، فتحدث عن الإرهاب وجعله أحلى وأبنى من الكتاب، وجابنا الشيخ خميس الذي قال أن القذقاذي شهيد وليه بالكل في الجيش والحرس والبوليس. فأصيبت فاطمة بوساحة بنوبة عصبية وقررت زينة القصرينية أنها تطلع لجبال الشعبي لممارسة التمارين الرياضية، وقرر نور الدين الكحلاوي أن يفجر روحه في أول ربوخ على أنغام. وينو الإرهابي وينو هو حبيبي الغالي مش من توه. نعم تلك هي مسيرة سمير أحد إعلامي بيزنطة في وقت أصبح فيه الجميل قبيحا والقبيح جميل، جميل تماما مثل محدثكم جميل الدخلاوي من تونس. ومن فيكم نسي تلك المقولة الشهيرة الله وحد الله وحد، سمير الوفي خدا باكو نال لحد. مزيكا فام بودكاست.